دبلوماسية الغاز روسيا وخطوط الغاز إلى أوروبا. ده مصطلح ممكن نقوله اللي هو استخدام خطوط الغاز، استخدام الطاقة في تنفيذ مصالح سياسية. روسيا عندها مخزن عملاق للغاز، معظم غاز أو جزء كبير من غاز أوروبا بيأتي من روسيا. في خط غاز كبير جدا بيمر من روسيا إلى أوكرانيا إلى أوروبا. في خط تاني روسيا عايزة تعمله، بولندا ودول أخرى بيقولوا ليه عايزين تعملوا خط غاز تاني، ما في الخط اللي موجود عبر أوكرانيا. فالروس بيقولوا إن أوكرانيا لم تعد آمنة، البولنديين وغيرهم بيردوا يقولوا لأ، ما حصلش أي شيء لخطوط الغاز اللي ماشية من أوكرانيا، والخطوط دي شغالة بنص طاقتها، فليه عايزين تعملوا خط تاني اللي هو خط نور ستريم 2؟ يبقى في خط نور ستريم 1 اللي هو بيمر من أوكرانيا، الروس عايزين يعملوا خط نور ستريم 2 ما يمرش من أوكرانيا. الأوروبيين بيقولوا ليه ما تشغلوا الخط الأولاني؟ الروس بيقول لأ، لأن أوكرانيا فيها مشاكل. الموضوع فيه سياسة وفيه اقتصاد. الاقتصاد اللي فيه إيه؟ إن أوروبا مع الوقت هيقل إنتاجها للغاز، هتلجأ للسوق العالمي، تبقى روسيا جاهزة وقت أوروبا ما تحتاج الغاز من السوق العالمي، جاهزة بخطوط الغاز، عشان كده بتعمل خطوط جديدة وفيها سياسة مش بس اقتصاد. دبلوماسية الغاز إن روسيا بتدي الدولة بالسعر اللي هي عايزاه، وبالتالي ممكن تجامل دولة وممكن دولة تانية تديها بسعر مرتفع، فالسعر نفسه تحديده في موقف سياسي من روسيا، وممكن أصلا تقفل المحبس ومفيش غاز يصل لهذه الدولة زي ما عملت مع أوكرانيا قبل كده. فتحويل الغاز إلى اقتصاد وتحويله أيضا إلى سلاح سياسي أو إلى دبلوماسية أو إلى إحدى أدوات السياسة الخارجية الروسية. إنما المذهل هذا الأسبوع أو الأيام السابقة إن بعد جهود بقالها سنين الأوروبيين وافقوا إنهم يمولوا خط الغاز الثاني اللي هو نور ستريم 2، وطبعا ده كان مفاجأة إن أوروبا فينا تخش في تمويل هذا الخط. نحن إزاء جديد مهم في هذه المنطقة، إن الغاز ليس فقط اقتصاد وإنما الغاز هو أيضا سياسة.